يدا بيد لتشجيره. هكذا بدأت مؤسسة خواطر للتنمية إشهار مؤسستها بتنفيذ أول عمل لها من خلال غرس 100 شجرة بمجهود ذاتي علها تعيد للحج اسمها الحقيقي لحج الخضرة. هذا أول عمل، وهو أول عمل إشهار لمؤسستنا، لكون حاولنا أن نعمل شيء مختلف لإشهار المؤسسة. اغرس شجرة، هذه العبارة هي عنوان لمشروعهم الذي نفذ على 3 مراحل استهدفوا من خلالها مداخل شوارع الحوطة. عازمين يعني مواصلة العمل بأكثر من أفكار ومبادرات، لأن هدف المؤسسة الرئيسي هو إنارة العقل والتغذية المعرفية بين أوساط شباب لحج. السلطة المحلية كانت قياداته حاضرة مع الشباب، تمد يدها وتشارك في رسم الصورة النمطية التي تميزت به لحج. مدعم الشباب والذي يعتبرهم الشباب القدوة، وهم يعني المستقبل، لهذا نحث بقية المنظمات وخصوصا الشباب للعمل ضمن هذه الأنشطة. هذا العمل دفع بصندوق النظافة والتحصيب بمدينة الحوطة تبني هذا المشروع لتعمل على استكماله على بقية مديريات الحوطة. لم يعد الشباب يريدون لأفكارهم وخواطرهم أن تكون حبسة الأدراج، بل ذهب بهم الحال ترجمته على أرض الواقع من خلال غرس هذه الأشجار وإعادة لمدينة الحوطة اسمها الذي فقد منذ زمن ليس ببعيد، وهو لحج الخضرة. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة لحج.